اهلا بكم مشاهدي القاهره والناس في لقاء من نوع خاص. لقائنا النهارده يعني بطعم خاص جدا، لانه يقولون انه في حاجه كده اسمها اخلاق الامراء. انما النهارده احنا في حضره احد هؤلاء الامراء الذين متعونا قبل ان نبدا الحوار باخلاق الامراء وبثقافه الامراء، واللي احنا سعداء ومتشرفين اننا بننقل لمشاهدينا حوار اعتقد انه يكون من نوع خاص مع سمو الامير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي ورئيس مجلس امناء المعهد الملكي للدراسات الدينيه، وايضا سفيرا للايسكس، وهو احد منتديات اليونسكو او فعاليات او لجان اليونسكو. سمو الامير متشرفين بانه حضرتك مدينا جزء كبير من وقتك للحوار ده على شاشه القاهره والناس. انا اللي متشرف حقيقه في اني اخدم الحقيقه العامه وفي اني اتواصل مره ثانيه في مصر المحروسه مع الشعب المصري الكريم. سمو الامير، واحده من المميزات الكبيره جدا للمنتديات، واحنا بنتقابلنا وبنتقابل مع حضرتك دلوقتي في او على هامش فعاليات منتدى الشباب العالم المقام في شرم الشيخ، يقال ان واحده من مميزاتها هي لقاء ثقافي وحوار ما بين القاده وبعضهم. حابه جدا ان انا ابدا مع حضرتك بالنقطه دي، هل تعتقد انه فرص المنتديات المشابهه لدي بتضيف جديد في الحوار بعيدا عن الاشكال الرسميه للقاءات؟ انا انظر لينبوع المواطنه العالميه في ان يتغذى في جيل جديد من الشباب العربي، واعتبر انه هذا الاسبوع من لقاء شرم الشيخ باشراف شخصي من رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، يعني هذا الإشراف قد يؤدي إلى التمكين والتفويض لهؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات في مجالات قد لا تكون مدروسة من جوانبها الاجتماعية بالكامل. أقول أن المؤسسة العربية بحاجة لدم شبابي، ولذلك لما نتحدث عن جعل القانون يعني من أجل الجميع، وأتذكر عملي مع الأستاذ مدحت حسنين وزير سابق في مصر عندما قدمنا فكرة اللجنة الدولية للعمل من أجل معالجة الفقر، والفقر بالمناسبة وليس الفقر المادي فقط ولكن أيضا الفقر المجتمعي، كيف أن يكون ذلك الشاب أو تلك الفتاة مواطنا في المستقبل. تحدثنا عن المواهب الحياتية، تحدثنا عن المواضيع العملية التي تطرح في مثل هذا اللقاء، فأقول أن هذه خطوة عظيمة في سلسلة خطوات تؤدي إلى الحديث عن الاستدامة، بالتأكيد بأن الإنسان العربي له حلول مثل سائر الأمم للقضايا الدولية المطروحة اليوم. يعني كأن حضرتك بتقول لنا أن احنا علينا أن نعامل مواطنينا بقدر كافي من الاحترام اللي ممكن يخرج لنا مواطنين صالحين زي ما بنتوقع. أقول أن هنالك فجوة في ميزان الكرامة الإنسانية ظاهرة في العالم العربي كما يسمى، 65 مليون لاجئ في العالم، معظم لاجئي العالم في منطقتنا. البحر الأبيض المتوسط تحول إلى بحر موت بعدما كان بحرا واصلا. وأذكر في مؤتمر كازابلانكا الدار البيضاء سنة الـ94 كان التركيز على خطة من المغرب إلى تركيا داخل لتشجيع الرغبة في البقاء في الاستثمار في الشباب، لأن الاستثمار المادي والريعي لا يؤدي إلا إلى الردود السريعة، ولكن الاستثمار في الشباب يعني الوصل ما بين التعليم والشغل. بالضبط، يعني حضرتك بتقصد انه مش بس اني استثمر ماديا في مشروعات كبيره لكن انه استثمر ثقافيا كمان. ولذلك لقائنا الاخير لمنتدى الفكر العربي الذي ركز على هذا الجانب بالذات، المواءمه بين التاهيل وفرص العمل. حضرتك ذكرت يعني كلمه مهمه جدا، هي فكره انه الفقر ليس فقرا ماديا، انه ما ممكن يكون فقر اجتماعي. بالضبط. بدوري عايز ازود واسال حضرتك، هل ممكن يكون انه فقر في الفكر؟ هل بعض الناس لديهم قدر كبير من عدم القدره على ايجاد حلول، وده اللي مخلينا بندور في دايره مغلقه؟
مش بس بقول على الشباب، مش بتهم الشباب، لكن هل بعض الحكومات بتدور في دوائر مغلقة؟ ما المشكلة أن التعليم تقليديا في العالم العربي من أجل الوصول إلى وظيفة، ولكن هنا أتحدث عن الوصول إلى مجتمع الكفاءة، وذلك لن يكون حقيقة إلا بتوسيع القاعدة العريضة للمشاركة من الجامعات، من مراكز الفكر، من النقابات، من الهيئات، من الاتحادات. وأقول أن سابق علاقتي مع المنبر الإفريقي العربي على سبيل المثال، وهنالك عدد كبير من الأفارقة مشاركين في هذا اللقاء، ذكرت في بعض الملاحظات أن المنابر الإفريقية كانت متفوقة بعطائها المشترك على المنابر العربية، وهذا أمر يعني مدعى الاحترام للجانب الإفريقي، ولكن أقول أين كنا وأين أصبحنا؟ فكيف نستطيع أن نفعل إرادة الشباب ليس فقط بمثل هذه المنتديات، ولكن أن نفعل ما نقوله؟ حضرتك بصفتك الكبيرة كرئيس لمنتدى الفكر العربي، شايف أنه أزمتنا الحقيقية هي في التواصل ولا أزمتنا في القدرة على خروج بنتائج من الحوارات والمنتديات والمؤتمرات اللي احنا بنقيم؟ مجالسنا العربية التقليدية في هذه الأيام أراها إما للفرح أو للترح، ولكن أين أداب المجلس للتواصل مع الناس؟ نظام الأروقة على سبيل المثال في الأزهر الشريف كان نظام الأستاذة المباشرة والحديث مع الناس، واليوم أشعر أن أداب المجلس ما بين الريادة والقدوة. يعني أتأمل أن أرى في يوم من الأيام من يصعد المنبر، أو في الكنيسة إذا جاز لي أيضا أن يصعد المنبر، يتحدث عن الزراعة، يتحدث عن فرص العمل، ولكن كل ذلك يتطلب أيضا منا الآن وضع قاعدة معرفية، بنك معرفي. يعني الواتساب الآن في ألمانيا على سبيل المثال قد يخطئ، ولكن تتدخل الحكومة المحلية لتصويب الخطأ. اليوم التواصل مع الواتساب كل عمليا يغني على الله، والتغريدة أصبحت شكل من أشكال اللغو بدلا من أن تكون شكل من أشكال التواصل التقني والعلمي. برضو دائما ما حضرتك بتدخل إلى مناطق مختلفة، يعني فكرة مصالحة الدين بالمجتمع، هل هي تنقصنا؟ هل هو جزء من أجزاء الثقافة اللي احنا نتمنى أن نكتسبها؟ عندنا مجتمعات نقول عليها كده سمو الأمير أنها مجتمعات متدينة، مجتمعاتنا العربية تحب الدين، لكن هل لم نستطيع توظيف الدين بالشكل الكافي، أو هل أفسدنا استخدام الدين إذا صح التعبير؟ أقول أن المعمار للأرشيتكتور، المعمار الأساسي لبلاد الشام الهلال الخصيب امتدادا من مصر إلى العراق، كان معمارا عقلانيا، ولذلك أقول أن أي شكل من أشكال التزمت أو احتكار الحقيقة، وخاصة لما تنزل إلى الشارع السياسي، تصبح سببا للاقتتال مثل ما حصل في أماكن كثيرة من هذا العالم ويحصل. فقضية الإرهاب والرهاب لا تستطيع أن تقف أمامها فقط من جانب العمل المقاوم، لابد من عمل أيضا يروج لسلوك آخر. وأقول هنا الوصول إلى كرامة الإنسان وتأهيل الإنسان ليتخذ القرارات المناسبة من أجل مستقبله، هذا جزء أساسي من عملية الديمقراطية. إنما الديمقراطية هي ليست فقط الوصول إلى صندوق الاقتراع، الديمقراطية هنا الفكرية في التنوير المطلوب. وأقول هذه الخطوة الجريئة مثل هذا المنتدى بالذات في التفكير مليئا مثل ما شفنا اليوم في الظروف الإنسانية وما آلت إليها في اليمن على سبيل المثال من ظروف البؤس نتيجة للشقاء القائم، يعني هذه تذكرنا في إنسانيتنا. وأقول أن التكامل فيما بيننا في موضوع
اللاجئين والهجرة 80% من لاجئي العالم مسلمين. فأين العالم لأنهم الإسلامي؟ لأنهم خارجين من المنطقة العربية. من بناء البنك المطلوب، بنك الإعمار ما بعد الحروب، للتأكيد على كرامة الإنسان. أين الزكاة؟ في حديث حضرتك عن إعادة الإعمار بتقصد أعتقد مش بس الإعمار المعماري، يعني مش بس إعادة بناء وتنفيذ منشآت جديدة بعد ما خربت فيها. أبداً أبداً. أنا لا أقصد المشروعات، أقصد رؤية جديدة لبناء الأمة. وأعني بذلك الحربين الكونيين اللي يسموهم حربين كونيين، كانوا حربين أهليين بين أوروبي وأوروبي، أدت إلى بناء مؤسسات جديدة، صناديق وبنوك جديدة. بداية عملها كان العمل عمليا على إعانة الشعوب على إعادة تأهيل نفسها في كل المجالات، الصحة والتعليم والثقافة بطبيعة الحال من جانب، والبنى التحتية انتقلت فيما بعد طبعا إلى وضع أحكام غير مقبولة عند كثير من الشعوب. ولكن أقول لماذا هذه المنطقة بالذات لا تتعامل مع فكرة مأسسة القيم العربية الإسلامية على سبيل المثال في موضوع الزكاة الذي يخدم المسلم وغير المسلم؟ فبذلك عمليا نرى أن رأس مالنا الحقيقي هو الإنسان المعطاء، ونساعد ذلك الإنسان على إعادة تأهيل نفسه، اكتشاف مواهبه الحقيقية في صورة عمليا مجردة من أي مأرب إلا بناء الوطن للأكفاء. بعض الناس بتعتقد سمو الأمير أنه تعريفنا للاختلاف قد يساعدنا في إيجاد طريقة للتواصل، وأعتقد أنه كلمة لحضرتك في منتدى الشباب العالمي هي بتدور عن شكل من أشكال التواصل الحضاري الجديد. إزاي اختلافاتنا الثقافية في الوطن العربي، إحنا كلنا أصحاب ثقافات عميقة وقديمة، واختلافاتنا الدينية، اختلافاتنا أحيانا حتى السياسية، ممكن تساعدنا على إيجاد طريقة جديدة للتواصل؟ لو ننظر إلى جنوب شرق آسيا، فيتنام، ملايين القتلى وحرب مدمرة، كمبوديا ملايين القتلى وحروب أهلية، وبطبيعة الحال دول ملكية كتايلاند، جمهورية كإندونيسيا، أكبر تجمع إسلامي في دولة مستقلة، أنظمة مختلفة، ومع ذلك حافظوا على الرابط الأساسي اللي هو رابطة جنوب شرق آسيا. تجارتهم البينية تصل إلى نسب عالية جدا من ال 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 ولا هالأولوية عن تجارتهم الخارجية، بينما عندنا في العالم العربي التجارة البينية لا تتجاوز 6%. ونلعن الاستعمار القديم والجديد كل يوم، ولكن مع شديد الأسف لا ننمي القدرة على التصنيع. فأقول أن التواصل بالمفهوم العربي، يعني أنا مرات أقول التنسيق كل يسير على نسقه، التواصل والوصولية موضوعين مختلفين، كلمات قريبة من بعضها. التواصل فيما بيننا لتعظيم الصالح العام، الصالح العام نفسه عمليا بحاجة لإحياء من جديد. أنا بشكرك. الفرق بين التواصل والوصولية وبين التنسيق وأنه كل واحد يمشي على نسقه، مشكلتنا بين الواسطة والوصي والوسيط. فأقول حقيقة الأمر أن لست بحاجة لمن يتوسط بيننا وبين الآخر، ولذلك مكاتب إرشاد المواطن، الاتصال مع الناس مباشرة، الكول سنترز مثلا، لما تشوفي الكول سنترز في برنامج الغذاء العالمي وأنا معني في قضية تصفير الجوع، أقول أني أرى شباب وفتيات عمليا يتحدثوا 24 ساعة مع 48 جنسية نستضيفهم في الأردن الآن. فمعرفتهم، بناء الثقة معهم، وتجد السؤال والجواب أمامك على الشاشة. ده 48 جنسية من اللاجئين في الأردن. من اللاجئين في الأردن. ده تحدي كبير. يعني حضرتك شايف أنه هل الأردن بالتأكيد هي بتفيد اللاجئين ومتحملة عبء كبير إنساني كبير عليه، قائمة في دور أسطوري حقيقة، لكن هل في طريقة لاستثمار الوضع الجديد ده؟ أقول أن الاستثمار وبالذات الانتهاء من قضايا الغوث والإعانة فقط للحديث عن فرص العمل في بناء
مجتمع منتج أصبحت قضية ضرورية. يعني أنا تعاملت مع موجات اللاجئين في 67، في 80، في 90، ولكن القصة الأخيرة هذه وخاصة بعد دمار العراق وسوريا لفترة من الزمن، يعني نرجو أن الموضوع يؤخذ على محمل الجد في أن لا توجد دولة واحدة تستطيع أن تحل مشاكلها، لا سوريا ولا العراق ولا الأردن ولا لبنان ولا فلسطين. فالتكامل فيما بيننا ومع الإخوة في مصر أصبح أمر ضروري، وليس لأسباب رومانسية وكلاسيكية ولكن لأسباب عملية. فيما يخص التكامل، أنا عايزة أشاور على ثلاث محطات قريبة في جدول أعمال حضرتك، لأنه حضرتك أتيت إلى القاهرة بعد زيارة لجنيفا في مهمة كبيرة، والحديث عن البلو بيس أو السلام الأزرق. وبعدين بتيجي حضرتك على مصر علشان تشارك في منتدى الشباب العالمي، وبعدين تعود الأردن من أجل منتدى المنبر العلمي العالمي. فإيه الثلاث خطوات سريعة جدا وثلاث خطوات؟ سنستضيف يوم الثلاثاء إن شاء الله 3000 مشارك في المنبر العلمي العالمي. أنا عايز أتكلم عن الثلاث خطوات. تفضلي. حضرتك تكلم عن السلام الأزرق، محتاجين نعرف تعريف إيه هو السلام الأزرق. السلام الأزرق أخذنا مقارنات من الميكونغ إلى نهر السنغال العظيم إلى الدانوب إلى النيل، وتحدثنا عن كيفية بناء معمار جديد في إدارة المياه، على أمل أنه في يوم من الأيام نستطيع أن نتحدث عن التكامل مع الفرات والأردن واليرموك، ولكن بطبيعة الحال اعترضت الحروب في منطقتنا بالذات، فمن الصعب عمليا مشاركة كافة المعنيين مباشرة. ولكن الفكرة الأساسية كانت إصدار تقرير ل 18 جنسية وتشرفت في العمل معهم، والتقرير صدر بمسمى رهيب: مسألة بقاء. المياه الآن أصبحت مسألة بقاء، فأخذنا العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، أخذنا العلاقة ما بين المياه والمياه في المدن والاستخدامات المختلفة، أخذنا موضوع الحماية، موضوع النيل قضايا كثيرة الحقيقة لا يتسع الوقت للحديث عنها. ولكن مسألة بقاء هي أول لجوء موضوعي لمجلس الأمن، أول مرة في تاريخ مجلس الأمن يجتمع من أجل كلمة واحدة: المياه. فالأسلوب موضوعي، إذن أصبحت خطر استراتيجي. بالضبط، استراتيجي وموضوعي، والصلة ما بين توعية الشباب لقضايا المياه وتوعية العلماء لقضايا المياه والصحة. على سبيل المثال الكوليرا انتشر في اليمن فترة من الزمن بسبب الحروب الأخيرة. يعني الأمراض اللي كنا نعتقد أنها انتهت، الملاريا وغيرها، أصبحت الآن جزء من العرض الجديد. ننتقل إلى المحطة المتوسطة وهي منتدى شباب العالم. مشاركة حضرتك في المنتدى مهمة جدا، أنه نعرف تقييمك للمنتدى وحفل الافتتاح، رؤيتك للطرح اللي تقدم النهاردة. التجسير ما بين الطموحات والتنفيذ، هذا هو المطلوب حقيقة. يعني من الصعب الآن أن نحكم خلال المناقشات الثرية والغنية بين جنسيات مختلفة. مثلا السيدة الأمريكية تتحدث عن وضع المرأة في أمريكا، اللي هو بالنسبة لها طبعا موضوع في غاية الأهمية، ولكن نحن ننظر للموضوع أنه المرأة أخذت حقوقها منذ عقود في أمريكا، فلماذا تأتي عمليا لنا للحديث في هذا الجانب؟ ولكن الرابطة ما بين حقوق الإنسان وتفويض الإنسان وتمكين الإنسان ليعمل القانون من أجل الجميع تنطبق على الأمريكية كما تنطبق على العراقية، كما تنطبق على الشاب السوري. وأقول مرة ثانية أنه المشاهدات كانت مليئة بالعواطف، وسيدة العراقية الأزيدية كانت ربما مثل على الشقاء الإنساني. ولكن أقول مرة ثانية طموحها وإرادتها وإرادة أمثالها، ملالة مثلا من الباكستان اللي أخذت جائزة نوبل واللي أطلقت رصاصة في دماغها كما أذكر، يعني هذه الأمثلة على إرادة البقاء يجب أن تترجم إلى برامج فعلية. فأرجو أنه
أتذكر الدكتور رحمه الله عبد العزيز حجازي قال لي أن هنالك آلاف من الجمعيات الخيرية في مصر، ولكن ماذا عن رسالة العمل الخيري؟ ماذا عن مؤسسة العمل الخيري والعلاقة مع المصارف الإنساني؟ الشق الإنساني من العمل الخيري مش المادي. نعم نعم نعم. أخيرا يعني رأس مالنا الحقيقة هو رأس ومال، لكن المهم الاستثمار، عايزين نشتغل على الرأس شوي، الأفكار أهم من المادة. لا هي حضرتك موهوب في استخدام المصطلحات، يعني أنا شايفة أن مبسوطة بطلع بمصطلحات جديدة النهاردة. عايز أرجع مع حضرتك على المحطة التالية بعد منتدى الشباب. حضرتك عندك منتدى الشباب أو العلمي العالمي في الأردن. اهتمام بالعلم ده حاجة مهمة جدا، وده ياخدنا كمان لسؤال حضرتك أنه جائزة الحسن، لمن تذهب معايير الحصول على جائزة الأمير الحسن؟ سقطت كلمة الأمير. أنا قلت لهم إذا عايزين تستمروا معي سموها الحسن، لأنه روى الحسن عن جد الحسن عن القول الحسن. إن أحسن الحسن الخلق الحسن. فمن معايير هذه المبادرة الشبابية منذ أن تأسست من أكثر من 30 عام الآن أن نرقى إلى المعايير الدولية في السن 14 16 17 18 سنين دقيقة جدا في تقديم الجائزة. احنا اخذنا الفكرة عن رابطة دولية للجائزة بمسميات مختلفة، يسموها جائزة رئيس الجمهورية اعتقد في امريكا، والدوق ادنبرا في بريطانيا الى اخره. ولكن المهم، لكن معايير الاختيار، المعايير الاختيار في اربع مجالات: في المجال الاجتماعي، في المجال الرياضي، في المجال الفكري، وفي مجال المقامرة. معرفة اعرف بلدك على سبيل المثال. فقد تكون المتخرجة من الذهبية تسلقت كليمانجارو أو ذهبت إلى القطب الشمالي. يعني أصلاً جميل أن يكون في جائزة للمغامرة، لأن إحنا ساعات بنمنعهم من المغامرة. فالمهم المغامرة المدروسة بطبيعة الحال. ولكن الله يحفظهم جميعا. ولكن البعد العلمي الآن يتنامى، لأن الأردن يستضيف السيسمي اللي هو المفاعل وبدايات البرنامج النووي السلمي بطبيعة الحال لغايات الطب والبحوث. فأقول أن هذه الاستضافة لأول مرة في مشرقنا العربي مؤتمر دولي من هذا القبيل، المؤتمر الثامن الدولي، المنبر العلمي الدولي، سينمي الأستدة لأساتذتنا في المهجر من مصر ومن الأردن ومن لبنان وسوريا والسعودية وأي مكان عمليا من الخارج، ليخاطبوا شبابنا مباشرة في مجالات بحوثهم وتطبيقاتهم الطبية والتربوية. ومجالات البحوث تحتاج كما نعلم تماما إلى تأطير جديد، بحيث أنه نسبة ما ننفق على البحث العلمي في العالم العربي لا يبقى أقل بكثير مما ينفق في الدول التي نريد أن ننافسها بشكل أو بآخر. سألت حضرتك سؤال قبل الهوى وحضرتك يعني استغربت السؤال، حتى أنه بسأل حضرتك أنه معروف كده عندنا أنه في تميز حقيقي للشباب الأردني في مجالات ثقافية وفكرية، هل ده بسبب الإرث الثقافي الكبير؟ ولا بسبب انه في طريقه بالعكس. في طريقه في التعليم بالعكس يعني. ما فيش ارتقاء ثقافي كبير. الاعتماد في الستينات كان على بغداد وعلى دمشق وعلى بيروت وعلى القاهره. فاقول ان لجوءنا لبناء جامعه اردنيه، الجامعه الاولى، كان للتركيز على الموضوعات التي تحتاج الى اهتمام لننافس بالمعايير الدوليه. فهنا التركيز بطبيعة الحال على الرياضيات والعلوم بصفة عامة، تأسيس كلية هندسة متميزة، وبالتالي تأسيس جامعة كجامعة العلوم والتكنولوجيا. ولكن مع الأسف كسائر الدول الآن هنالك تخمة من التعليم الجامعي وبالذات التعليم الجامعي الخاص. وأقول أن آن الأوان أن يعترف الجميع بأننا بحاجة لنكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع الشباب، في أن المواءمة ما بين التعليم وفرص العمل لابد من أن تحكم في وقت قريب.
أعود وأسأل حضرتك أنه بعد مئات السنين من التعايش ما بين الأديان في المنطقة العربية بقينا كتير ما بنسمع مصطلح حوار الأديان، وكأننا قلبنا القاعدة. يعني إحنا تعايشنا سنين طويلة، لكن يبدو أننا في العصر الحديث لم نعد قادرين على التعايش بنفس الطريقة، فاحتجنا إلى الحوار مرة أخرى. نحن بحاجة للاحترام المتبادل. وأقول أن الأديان لا تتحاور، لأن النصوص لا تتحاور، ولكن من يتحاور هم أتباع الأديان أو أحيانا لا دين، الذين يتحلوا على قلب بالأخلاق العالية، والحكم عند ربي بطبيعة الحال في موضوع الأديان. ولكن أقول أين الدستور الأخلاقي في غياب مثل هذا الحوار؟ فالقيم بحاجة إلى نهوض جديد، وإذا أردنا أن نتحدث عن الأديان كما هي مبعث للأخلاق لابد لنا من أن نوفق ما بين التسييس الذي تجاوز حد المعقول للدين، وما بين المتطلبات للدولة المدنية اللي هي بطبيعة الحال بامتياز متطلبات الكفاءة والرغبة في تشجيع التنافس والعناية بطبيعة الحال في سد الفجوة ما بين المرأة والرجل، خاصة وأن الفجوة كبيرة جدا بالنسبة لدول كدولنا قياسا في المعدلات الدولية. إذن هل تعتقد حضرتك أنه تسييس الدين هو سبب في ظهور كثير من الجماعات الإرهابية في منطقتنا العربية، وأنه ممكن يكون الحل هو فصل الدين عن السياسة؟ هنا التناقض، يعني اللجوء إلى الدين هو اللجوء إلى الرحمن، ولكن حقيقة الأمر أنه نرى اللجوء إلى المنابر السياسية هو لخلق نوع من الاحتكار للحقيقة، ومن يحتكر الحقيقة فهو متزمت. إذن احتكار الحقيقة ممكن يودينا في مناطق كتير. إذن كيف يتصرف الشخص الذي يعتقد أنه لديه قدر أكبر من المعرفة؟ وبسأل حضرتك تحديدا عن التأثير الثقافي، وده جزء مثلا من أهداف الحوار ما بين الثقافات الشعوب. الشخص الذي يعتقد أن لديه قدر جيد من المعرفة، من يعتقد أن له قدر جيد من المعرفة عليه أن يتصرف بمزيد من التواضع تجاه الآخرين، مش العكس. وبالضبط هذا اللي حصل مع شديد الأسف. يعني المسألة هي مسألة تربية وليست مسألة استكبار. أخيرا هسأل حضرتك سؤال بالتأكيد بيسأل كثيرا للمملكة الأردنية تحديدا، أنها على خط الصراع طول الوقت، أنه يحاوطها الإرهاب في داعش في العراق وسوريا، وهي أيضا على خط صراع أو على خط حدودي ما بينها وبين إسرائيل. إزاي تحافظ الدولة على كيانها وعلى سلامتها في وسط كل الصراعات دي؟ أعتقد أن الصراعات يعني طول حياتي 48 56 67 73 80 90 2000 كل عقد لدينا حرب مفروضة علينا من جهة ما. فأقول مرة ثانية أنا الأوان نفهم أن مستقبلنا على هذا المنحة مزيد من الاستنزاف لقدراتنا، وأرجو نحن في موضوع الشباب أن لا نتحدث عن الجيل المفقود في المستقبل، لأننا كنا مسؤولين عن التركيز على الصراع والمواجهة على حساب عمليا تحمل مسؤولياتنا الحقيقية تجاه الناس اللي هي اجتثاث أسباب التطرف والتزمت بالتعليم بالصحة بما يحتاجه الإنسان من تمكين ليعيش حياة كريمة. بذكر التواريخ، هل تعتقد حضرتك أن العالم تغير بعد 2001 بعد أحداث سبتمبر 2001؟ أقول مرة ثانية أن أحداث سبتمبر غيرت من الموقف وجيشت الجيوش الغربية، وبالتالي حملت معها كثير من الدول في منطقتنا وغير منطقتنا في موضوع العمل ضد العنف وضد الإرهاب المسلح، وهذا أصبح أمر طبيعي اليوم. ولكن أقول مرة ثانية عندما نتحدث، يعني أنا جبت طرفة ذاك النهار سيدة سويسرية تسألني تقول لي أنت صحيح عربي مسلم؟ يعني أرجو أني ما أحرجك في هذا السؤال، قلت لها نعم صحيح،
وليش الإحراج؟ قالت لأنك طبيعي. فقلت لها يا مدام يعني لو مليار ونص مسلم في هالعالم وتحدثنا عن 300 متطرف منهم بمعنى استخدام العنف والآخرين بالضبط، يعني ذلك أن الآخرين ليسوا طبيعيين. فهذه الصورة مع الأسف ده جزء من صورة نظرة الغرب للعرب، نظرة الغرب للعرب ونظرتنا لأنفسنا مع الأسف مزيد من الصراعات التي نالت من كيان الدولة. الآن الدولة أصبحت نتيجة للتشظي ونتيجة للفساد ونتيجة لأشياء كثيرة، فرق متصارعة. وأقول أين حلمنا في النهضة العربية إذا بقينا على هذا التآكل؟ فمرة ثانية هي مفترق طريق، إما مزيد لا سمح الله من ما جرى في الماضي القريب، أو ربما ولادة جديدة والاعتراف في قيم التنوع والاحترام المتبادل، على أن نعمل معا من أجل المشتركات الخلاقة. نتمنى ذلك إن شاء الله. أنا هختم حديثي مع حضرتك بالجملة أو بالمصطلح الجميل المشتركات الخلاقة، وبتوصية منك للشباب المصري تحديدا والشباب العربي عامة، بماذا تنصحهم علشان ما يبقاش عندنا جيل مفقود زي ما حضرتك بتقول؟ مزيد من المساءلة والتأكد من أن المصادر تكون نظيفة وشريفة قبل المساءلة. أقول مصادر إيه؟ تحديد. مصادر الإنترنت. يعني أنا دائما أتحدث عن الإنترنت وأقول الإنترنت المهم، الشبكة الجوانية. لأن الإنترنت فيما يتعلق في التواصل اليومي أمر جميل، والتغريدة تحرير من كثير من الأشياء، ولكن أرجو أن لا تكون تحرير من القراءة وتحرير من معرفة المراجع والمصادر العلمية الموثوقة. أشكرك جزيل الشكر سمو الأمير، كان حديث جميل مليء بالثقافة والعلم، وبشكرك على مشاركتك في منتدى الشباب العالمي في مصر وعلى وقتك اللي دخلت. أنا شاكر لكم جميعا. شكرا. أشكركم مرة تانية مشاهدينا، كان هذا لقائنا مع سمو الأمير الحسن بن طلال، لقاء فيه الكثير من التصريحات والأفكار والرؤى اللي أعتقد أن احنا نفكر فيها وقت طويل.